مراسلة القديرة كارمن لبس، السنة الماضية كنت بهالريد كاربت وبهالحفلة عم تتكرمي، اليوم مين جاي تكرمي؟ جاي كريم ممثل كتير كبير ومهم، يعني هيدا تاريخنا هو الأستاذ أطوان كرباج. شو بيعني لك أول شيء هالتكريم، وشو بيعني لك إنه الحفل السنة هو على اسم الراحلة الكبيرة الشحرورة؟ هلا طبعا بيعني لكل الفنانين انه يكونوا مكرمين، لانه في حدا عم بيقول لهم برافو على الاعمال اللي عملوها، في حدا عم بيضوي على الاعمال اللي عملوها. صباح اساسا كثير حلو نكرمها، بس هي منا بحاجه لتكريم، لان هي موجوده هي موجوده بقلبنا وهي موجوده على الارض، هي لبنان. يعني شو في اعمال جديده عم تحضريها؟ شو في مشاريع مستقبليه رح نشوفك فيها؟ مشاريع مستقبلية في إن شاء الله لرمضان الجاي، حاليا عندي مشاركة بتشلو وعندي عمل بعد رمضان رح ينزل. شو بتخبرينا عن دورك بتشلو؟ يعني بانتظار الاسبوع المقبل. انه ما كثير رح يحبوني العالم، بس انه ما في مشكل مثل العاده. كيف ما كنت؟ لا بحب شكي، لانه انا العمل الثاني اللي رح ينزل هو دور عكس دور اللي اخذته بتشلو، فهيدا بهمني. بس بدي اشكر ربيع ادريس. ربيع ادريس اهتم باطلالي واطلال اختي بالفستان. وفي طبعا الشعر ريتشي الراسي، ميك اب ليندا عقل، مجوهرات بروماس. اكيد هو